عندي 10 سنين. بتعملي ايه يا ستي؟ بعمل عدس للناس الغلابة. الوجبة بنحط معاها رغيف عيش وبصلة وجرجير. بتعملي كده ليه بقى يا سيليا؟ عشان اخد حسنات. عشان ايه؟ اخد حسنات. حسنات؟ انت عندك كام سنة يا سيدي؟ 10. 10 سنين؟ 5 ابتدائي. اخد فطار ليا ولزمايلي، فلفت نظر ان هي يعني تقريبا شوربه عدس يعني. فلما جيت قربت من العربيه وبتاع، فقالوا لي ان دي مبادره يعني، وده مش بعيد ومش جديد عن اهالي ابو كبير عامه يعني. والله هي دايما يعني بالنسبه لي من اول ما وجودي في ابو كبير من حوالي 5 سنين، ودايما ابو كبير فيها ناس كتير يعني اهل الخير. من كتر ما انا شايف ان البذره دايما موجوده في المكان وموجوده دايما في اهل المكان، فمش شايفها حاجه جديده، لا بشايفها حاجه اعتياديه دايما موجوده في طبع الناس اللي موجودين هنا، بحبهم دايما للخير وحبهم دايما للمساعده والمساهمه. ويعني دايما بقول الشرقاوه جدعان، يعني الكوبريه دايما فيهم حته جدعانه، والجدعانه مفرطه وزهره زهره زهره على كل المستويات يعني. بنشكر طبعا كل الناس والحاج احمد وسيلة وكوبريه عامه يعني، دايما من خيركم، وربنا يديم البلد بعزكم يعني. يا رب يرزقكم ويجن رزق في ايديكم على طول. سابقا بمواد الرحمن، وفي العام في رمضان عندنا هنا وفي المحافظات كلها حلوه كويسه يعني. يا ريت ربنا الناس كلها تعمل كده. بوزع عدس لله عشان يجي لي حسنات والناس تتبسط. بحس بالسعاده، احس ان قلبي بيض. عايزه انصح صحابي وصغير وكبير ان هم يعملوا خير، وهيجي لهم حسنات كتير قوي وهيتبسطوا زيي. بس لازم يعملوا خير حلو.